مرحبا شباب، عامل ايه النهارده؟ معايا لعبه يوجيو ماستر دول. حلقه النهارده شباب هلعب جيم اسطوري ملحمي مع رجله 18 سنه من تونس، اسطوره الديسكورد. يا شباب هنلعب جيم اسطوري ونكسر الدنيا، بس قبل ما نبدا نروح نحط للرجله لايك عنيف وانا اشترك على القناه. تمام يا شباب، متحمس جدا ادخل مع رجله. رجله شباب اسطوره كلان كينج اوف جيم، كلان قوي جدا موجود على الديسكورد يا شباب. طبعا رجله من الناس الاقوياء جدا اللي موجوده على الديسكورد، فطبعا ان شاء الله يبقى جيم جامد جدا. انا مش عارف رجله هيلعب بايه، ايه المجموعه اللي هو هيستخدمها. طبعا هو جيم واحد بس اللي احنا اتفقنا ان احنا هنلعبه، هو معاه مجاميع كتير لكن طبعا هيفاجئنا بايه، ده اللي هنعرفه دلوقتي. لعب ورقة اسمها سيكا سلايت، دي بتعمل ايه؟ بيقول لك لو مفيش ورق سبيل او تراب كارد في المقبرة درو تو كارد. يا نهار اسود، لا ما تفسحش. هنشغل العش بلوسوم، هنشغل العش بلوسوم ونبوظ اللي هو بيعمله ده، ولعلها فتحة خير كده ان شاء الله. طب الحمد لله كويس. بقيت بقلق لما بلعب التاني، كنت الاول ببقى مبسوط ان انا بلعب التاني، لكن دلوقتي بقيت بقلق ان انا بلعب التاني. كل الوقت بقى بيفرش الكومبو بتاعه ده، شغلها من المقبره، يا ريتها ما راحت المقبره. الورق بقى مرعب قوي، يعني تمنعها انها تشتغل تروح المقبره تشتغل من المقبره. اوه عرفت خلاص، بيلعب في مجموعه اسمها برانك كيدز، اسمها كده مجموعه برانك كيدز. المجموعة دي بيقولوا قوية جدا، برانك كيدز بيقولوا قوية جدا، مجموعة كيوت. أنا معايا هنا ريفولت، معايا كوليت باي ذا جريف ماشي، ومعايا نيرفل، معايا تينكي، يعني بداية مبشرة معايا، إن شاء الله تفرج يعني بإذن الله. لعب حتة لينك برين كيدز دودو دودو لي دو ورق دودو، بيعمل ايه ده بقى؟ زاد لايف بوينت، مش عارف. بقول لك if this card is linked summon you can add one brain kids spell trap from your deck to your hand. You can tribute this card then target two brain kids card with different name in your graveyard except link monsters add them to your hand. يا دين النبي، دوري. محتاجين نعرف بقى دلوقتي هل في خطوره من الاوراق اللي في الملعب دي ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. محتاجين نعرف حاجه كمان، ايه هي دلوقتي؟ اهدى عليا. بقول لك الورقه دي يا عم اهدى عليا. بص سبيل مش عارف ايه تارجت ديفرنت نيم ماشي، دي مفيش منها قلق. طب دي البرين كيدز بتعمل ايه؟ بزكار دي مش عارف ايه، فيوجن برين كيد يو كان بانش وان كارد فروم يور هاند اند اف يو دو درو وان كارد مش عارف ايه سم برين كيد ديفنس بوزيشن يو كان. مفيش قلق من الوحوش اللي في ايدي دي خالص على فكره، يعتبر مفيش قلق يعني. طيب احنا نلعب التينكي، هنلعب التينكي نشوف احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل ايه. معايا ريفولت ماشي، ماشي. نجيب الزودياك، نجيب حته زودياك يا شباب. طب ايه دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه؟ نلعب زودياك ولا نلعب تراي بريجيد؟ احنا نلعب في احتمالات كتير. انا بقول نلعب تراي بريجيد، نلعب تراي بريجيد ماشي. ناخد اللفه بتاعتنا، نعمل الكومبو بتاعنا،
بتاعت تراي بريجيت. تمام، اش بلوسوم بوظ الدنيا. ماشي، بوظ الدنيا معانا. احنا ممكن نبوظ الاش بلوسوم، ممكن نبوظ الاش بلوسوم. بوظ الاش بلوسوم. بوظنا الاش بلوسوم يا شباب. ماشي، نكمل الكومبو بتاعنا. ماشي، نجيب الابلوزا ولا الاكسس كود؟ نجيب ولا نجيب التراي بريجيد؟ نجيب التراي بريجيد، نجيب التراي بريجيد، نجيب حته تراي بريجيد اهو يا شباب. نلعب دي فولت ونهجم. طبعا انا ايه، ماشي، احنا كده ممكن ايه، معايا ري فولت، اقدر العب تراي بريجيد تاني، لان انا معايا اتنين تراي بريجيد اومنيس اومن، معايا اتنين، نقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله، يعني معايا فرصه ان انا العب تراي بريجيد اومنيس اومن تاني في دور الخصم. ان شاء الله ايه، ومعايا زودياك ان شاء الله متوفقه، يعني هي طيبه، هي طيبه والبدايه طيبه والورق اللي معايا طيب حتى الان، بس مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. السيكاس لايت برضو اشتغلت، سحب ورقتين، بجد مش ممكن، بجد مش ممكن، يعني سحب ورقتين برضو. عايز استنى لما يكون معاه وحشين في الملعب، وحشين في الملعب، لو معاه وحشين في الملعب هشغل الريفولت، لان لو شغلت الريفولت اعتقد ان في اتنين تراي بريجيد هيشتغلوا، التراي بريجيد اللي انا هستدعيه هيشتغل واللي في الملعب ده برضه هيشتغل، فانا استنى يلعب وحش كمان، نستنى يلعب وحش كمان. شغل بقى تراي بريجيد، هنشغل الريفولت بدري بدري كده، بدري بدري. زي الفل، قوي 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 كده، طيبه حتى الان، كده طيبه حتى الان، يعني مش عايزين بقى يبقى في فرصه ان هو ايه يعمل كومبو، يعمل سبيشال سامن، يجيب وحش لينك، لا من اولها كده، من اولها كده يا شباب. ماشي، اديني افكت اكتيفيت بقى، اديني افكت اكتيفيت كتير. ادي اول افكت اكتيفيت، وادي التاني، مش هيشتغلوا الاثنين، واحد بس اللي هيشتغل يا ابن اللذينة. تراي بريجيد واحد بس اللي هيشتغل. يا خسارة، تراي بريجيد واحد بس اللي هيشتغل. التاني ما اشتغلش،
لان هنا بقول لك يو كان اونلي يوز ذا اتش افكت اوف ترايبر جيتش الاومنيوس اومن وانس بير تيرن، يعني هو واحد بس في الدور. فطبعا دلوقتي للاسف اشتغل مره واحده بس في الدور. ماشي، احنا ممكن نلعب دلوقتي ايه بقى؟ لازم نعمل حته سبيشال سامن عشان نشغل الترايبر جيت اللي معانا دوت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل حته نورمال سامن، نعمل حته نورمال سامن، وبعد كده هنعمل افكت اكتيفيت، وهنعمل استدعاء مثلا لينك 3، هنعمل بنش لثلاث وحوش، وهنجيب حته لينك 3، حته لينك 3. ال 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 الاومنيوس اومن اشتغل ماشي، نعمل لها بنش ماشي شغال. احنا كده ممكن لو هجمنا نكسب، اعتقد كده خلاص لو هجمنا نكسب. نهجم نهجم، بس معلش بس قبل ما نهجم، لان كل شيء وارد، كل شيء وارد. يعني هلعب بس ايه ايه، النت يفصل عندك ولا ايه؟ النت يفصل عندك ولا ايه؟ ماشي، هلعب الابلوزا. ليه هلعب الابلوزا؟ هلعب الابلوزا علشان خاطر بس لو في اي افكت اكتيفيت ابقى انا مامن حالي، بس مش اكتر، بس كده فقط. ونهجم على طول يا شباب. لا الفوز مش ممكن، مش ممكن، لا فرقت في نقطة. يا نهار، انا لو كنت هجبت كنت كسبت، لو ما كنتش عملت كل ده كنت كسبت. يا خسارة، معقول انا غلطان ان انا ما هجمتش وخلصت الجيم؟ كنت هكسب، كنت هكسب، لو كنت هجمت كنت هكسب. ايه اللي خلاني انزل ابلوزا كده بقى؟ يلا بقى، عندك فرصه يا عم رجله، قدامك فرصه اخيره، قدامك فرصه اخيره. تاني السيكا سلايت سحب ورقتين تاني، مش ممكن، مش ممكن، مش انا اللي عملته في نفسي ده، انا اللي عملته في نفسي ده. لو كنت هجمت كنت كسبت وخلاص. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ بس انا ما كنتش اعرف. طيبه طيبه طيبه، ملحوقه ملحوقه ملحوقه. الجيم بتاعنا باذن الله، باذن الله، باذن الله، الجيم بتاعنا باذن الله، باذن الله. اي افكت اكتيفيت هتعمله يا عم رجله، انا معايا الابلوزا ان شاء الله. اي افكت اكتيفيت هتعمله ان شاء الله نعمله نيجيت. ماشي، سهله باذن الله، سهله باذن الله. واقف على 100 نقطه، مش مصدق والله، مش مصدق. اصل اللعبه دي غداره وبتيجي على القهوه. سبب هيهجم على طول، هيهجم على طول. طب انت هتهجم على دمر الابلوزا. ممكن بقى هو بقى يعمل افكت اكتيفيت بقى في المين فيس 2، ممكن يعمل افكت اكتيفيت براحته بقى، يعمل افكت اكتيفيت براحته. يا ابن اللذينه قلبي، براحته بقى، شغال براحته، اعمل اللي انت عايزه. هنيالك يا عم، هنيالك. العب بقى يا باشا بقى اوراقك، وظبط حالك بقى، ظبط حالك. لعب وحش لينك 2 طبعا، ولسه بقى افكت اكتيفيت. Thank you.
مشكلته الوحيده ان هو لو اكل ضربه قد كده هي خلاص هينتهي الجيم. هو لو اكل ضربه بس يعني انا ممكن ما اعملش اي افكت اكتيفيت او اي حاجه، بس اهجم عليه هجمه كده بس ياخد 100 نقطه خلاص شكرا. في عندي خطط. ست وحوش في الملعب، طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه بالست وحوش دول؟ ايه ده؟ رجع كل الورق بتاعي، كل الورق بتاعي رجعه، رجع كل الورق بتاعي، كل الورق بتاعي رجعته يا ظالم يا ظالم. ماشي نهى دوره. ماشي ماشي. When your opponents activate a spell or trap card or effect وانت عندك water monsters in your graveyard you can negate effect and destroy it. You can only use مش عارف ايه وده. When your opponents activate monster effect quick effect you can make this card lose 800 اه ده لوزر. وده when a monster effect is activate quick effect you can trigger this card negate the activation and if you destroy that monster. من الاخر يا شباب من الاخر انا ما ينفعش اعمل effect activate. يعني انا في الوقت الحالي ما ينفعش اعمل اي effect activate. لو عملت اي effect activate وحش بقى مش هيحصل نيجيت، ده انا هتدمر كمان، ده انا هتدمر، خدلي بالك ده انا هتدمر. ما ينفعش اعمل افكت اكتيفيت. من الاخر الراجل ده عايز ضربه، الراجل ده عايز ضربه، لو ضرب ضربه شكرا. افكت اكتيفيت لا، زي ما انت شفت كده بوظ الدنيا، بوظ الدنيا. ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ في عندي ممكن اعمل اجيب تراي بريجيد واهجم بيه واكسب. اجيب تراي بريجيد اهجم بيه هجمه كده وخلاص. في حاجه تانية برضو، لو انا شغلت افكت اكتيفيت من النيرفل، ما هو النيرفل ده انا عشان العبه هعمل افكت اكتيفيت فهيتدمر لو عملت افكت اكتيفيت. فالحل الوحيد ان انا اهجم ما اعملش افكت اكتيفيت. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل سبيشال سامن لمين؟ هعمل سبيشال سامن ده بيهجم دايركتلي. بس سؤال بقى، الهجوم الدايركتلي ده بيتحسب افكت ولا مش بيتحسب افكت؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. يعني انا ههجم كده دلوقتي هجمه دايركتلي، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ هجمة دايركتلي على طول كده على طول. تم القضاء على الرجلة بشكل نهائي. دي كانت الخطة اللي انا كنت ناوي اعملها، ان انا اهجم عليه لايف بوينت دايركتلي. جيم جامد جدا، استمتعت بيه، مجموعة قوية جدا. ان شاء الله يكون في فرصة ان احنا نلعب مع بعض تاني، وانتوا كمان يا شباب لو حابين يكون في فرصة ونلعب مع بعض انضموا على الديسكورد وشاركوا في البطولات، وان شاء الله يكون في فرصة ان احنا نلعب مع بعض ونروح بين اكمل فيديو ماستر دول. لايك شير كومنت سبسكرايب فعل الجرس وتستنى الحلقة اللي جاية. سلام.